الحكمة، نستبعد النص الآتي بعمال حب العمل ونجيب عن الأسئلة التي تلي. دخل حسن إلى أحد المحال التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي في المدينة وطلب إلى صاحب المحل أن يسمح له باستخدام الهاتف. الإخلاص في العمل والهمة العالية. أراد حصل على السيد الذي كان يحدثه عبر الهاتف. عرض عليه العمل لديك. لأنها